دي طريقة الـ يعني بمجرد تشغيل الجهاز تظهر لنا واجهة سطح المكتب اللي تعتبر هي مساحة العمل للأوامر اللي تطلبونها من الحاسب، موضحة أمامكم كما هو في الرسمة. تجدون الأيقونات أو الآيكونز موجودة على سطح المكتب، شريط المهام يظهر في أسفل الشاشة. بالنسبة للسطح الأيقونات نجد أنه من ضمن الأيقونات سلة المهملات، وهذه طبعا تحتوي على أي ملف أو مجلد أو يعني يتم حذفه من الجهاز. طبعا يمكن استرجاع هذا الملف ما لم يتم تنظيف سلة المهملات من محتوياته. فهذه بمجرد تشغيل الجهاز تظهر لنا أقسام الشاشة الرئيسية على سطح المكتب. نشوف الآن صورة مكبرة للشريط. تجدون أنه فيه أسفل الشاشة أيقونات خاصة باستخدام لوحة المفاتيح الـ EN الـ English والـ Arabic. تجدون الوقت والتاريخ موجود كذلك، وفي أيقونات خاصة بالتحكم بمستوى الصوت. طبعا محتويات سطح المكتب، يعني هذه تقريبا باختصار، راح نمر على تفاصيل كل واحدة بإذن الله. طبعا حتى لإيقاف تشغيل الويندوز بعد إغلاق كافة التطبيقات الموجودة على النظام، ننقر أو كليك على زر تبدأ للوصول للخيارات كما هو موضح أمامكم، بعدين نختار إيقاف التشغيل والضغط على مفاتيح الاختصار الـ Alt والـ F4. يظهر لنا مربع الحوار لإيقاف التشغيل، نختار إيقاف التشغيل ومباشرة سيتم إيقاف التشغيل. لتشغيل أي تطبيق موجود على الجهاز نتبع الخطوات اللي موجودة أمامكم. ننقر في البداية على الشريط الظاهر في أسفل شاشة سطح المكتب كما موضح في الرسمة، قائمة ابدأ تظهر لنا كافة التطبيقات، نختار البرنامج المناسب من هذه القائمة، ومن ثم يتم مباشرة تحميل هذا البرنامج وفتح شاشة التعامل معه. إذا الشاشة اللي تظهر لنا مباشرة هي بمجرد تشغيل الجهاز هي شاشة سطح المكتب الديسكتوب. طبعا يمكن التحكم بأي نافذة لأنه هذا أصلا مكتوب، يعني هو اسم النظام نظام النوافذ في الويندوز، يعني سمي بهذا الاسم لأنه أي برنامج أو مستند يتم فتحه في مربع خاص على شكل نافذة. وطبعا لفتح الملف لابد من النقر المزدوج، يعني كليك مرتين حتى يتم فتح الملف مباشرة مرتين. طبعا الآن نشوف الآن أقسام النافذة. لما نفتح الكمبيوتر مثلا مجلد أو خيارات الكمبيوتر نشوف
المربع اللي في أسفل الشريحة اللي أمامكم، نجد فيه للعنوان، في شريط للقوائم، فيه تشوفون الإكس والمربع والناقص، الإكس لإغلاق الشاشة، المربع لتكبير الشاشة، الناقص لتصغيرها، ومن ثم نشوف هذه لأزرار الحجم أو التحجيم، نشوف معلومات التشغيل، قوائم الارتباطات المفضلة. طبعا يمكن نتحكم بحجم النافذة الموجودة على الشاشة، تلاحظون هذه الأزرار اللي كنت أتكلم عنها قبل قليل، تشوفون زر إغلاق النافذة لإغلاق المربع، وفي زر تكبير النافذة تصبح على كامل الشاشة، في زر توسيط النافذة، وكذلك زر تصغير الشاشة لتقوم يعني تصغير الشاشة، وتبقى الأيقونات نشطة على شريط المهام. جيد تطبقونها، يعني وأنا أتكلم ممكن إنه يعني فعلا طبقتوها قبل، بحيث إنه إذا كان هناك سؤال يمكن أن نجيب عليه مباشرة. طبعا مع النوافذ كثيرة ممكن فتح يعني أكثر من ملف، وبالتالي يتيح لنا النظام إنه ترتيب هذه النوافذ على سطح المكتب. بمجرد أن يعني ننقر بزر اليسار الأيمن على شريط المهام تظهر قائمة الخيارات كما هو موضح في الرسمة الثانية، بعدين نختار على نوع الترتيب المطلوب حتى يتم تغيير عدد النوافذ المفتوحة. فمثلا لو نختار إظهار بشكل مكدس، تشوفون كيف إن الشاشة أو النافذة تحت النافذة اللي تليها، إذا ذكرنا أو اخترنا خيار إظهار جنبا أو إظهار النافذة أو الإطار جنبا إلى جنب، تصير تشوفون النافذة بجانب النافذة الأخرى. طبعا تنشيط أي نافذة، الآن لو تشوفون الآن لو نستخدم مفتاحي الألت والتاب، لو تجربون الآن تشوفون وش يصير معكم. يعني المفتاحين هذه نستخدمهم لتنشيط النافذة، لو تجربون الألت والتاب طبعا يعني تظهر النوافذ المفتاحة، ويمكن التنقل بين النوافذ بالنقر على النافذة المراد تفعيلها. جربون الألت والتاب. طبعا الأيقونات أو الأيكونز باللغة الإنجليزية هي نقطة للوصول إلى برنامج أو ملف معين. طبعا وهذه الأيقونات موجودة على مكان التخزين، يعني تشكل طريقة مختصرة للوصول لهذا الملف. طبعا يعني كما هو موضح في الرسم اللي أمامكم. طبعا ممكن انه يعني نتعامل مع الايقونات بعدة اشكال، مثلا ممكن انه نحدد ايقونة واحدة بمجرد انه نذهب لها مباشرة ونضغط بزر الفار الايسر،
يصير حددنا الأيقونة. إذا رغبت بتحديد أيقونات ولكن هذه الأيقونات متجاورة في الوحدة جنب الثاني، أضغط على أو أنقر على أول أيقونة ثم أنقر على آخر أيقونة، بس لابد أن أستمر في الضغط على مفتاح الشيفت أو أسحب عليها بالفأرة. هذه طريقة، يعني أكثر من طريقة، لا يوجد طريقة واحدة. نفترض أنه كان عندنا أكثر من أيقونة ولكن واحدة يمين واحدة يسار واحدة فوق، أضغط على أول أيقونة ثم أنقر على باقي الأيقونات المطلوبة ولكن بالضغط على مفتاح الكنترول. طبعا إذا رغبنا بتحديد كامل الأيقونات الأيكونز، الكنترول زائد الأي لو جربون كنترول، ولا جربوها الآن شوفوا شو يصير معكم. لو تشوفون جربوا تحديد أيقونة واحدة، وجربوا طريقة كيف نحدد أيقونات كما ذكرت متجاورة أو متباعدة. ممكن أيضا أنه يتم تغيير مكان الأيقونة، نحدد الأيقونة المراد تغيير موقعها وبعدين نستمر بالضغط عليها مع سحبه بمؤشر الفارة إلى المكان المطلوب، بعدين نحرر زر الفارة ليتم نقل موقع الأيقونة. أيضا ممكن يتم ترتيب الأيقونات بمجرد الضغط بزر الفأرة الأيمن على أي مكان من سطح المكتب، تظهر لنا القائمة الموجودة في الرسمة الأولى، وبعدين ننقر على خيار فرز بحسب ونحدد النوع، هل نبغى نفرز يرتبها لي على حسب الاسم يعني أو على حسب النوع، ملفات الوورد، بعدين ملفات الرسم، بعدين ملفات الباوربوينت، أو يرتبها على حسب الحجم، أو يرتبها على حسب تاريخ التعديل، كل هالخيارات متاحة. أيضا بإمكاننا نتحكم بحجم الأيقونة، يعني أيضا بالنقر بزر الفأرة الأيمن على أي مكان من سطح المكتب، تظهر لنا قائمة خيارات، ننقر على خيار العرض ثم نحدد العرض المطلوب، هل هي رموز كبيرة الأيقونة تطلع لي بشكل كبير، أو رموز متوسطة، أو رموز كلاسيكية، يعني في عدة خيارات يتم اختيار المناسب وتظهر النتيجة مباشرة. أيضا بإمكاننا نتحكم بلون الإطار في الإطارات، نختار اللون المناسب، ننقر على تغيير لون الإطار من مربع الألوان المتاحة مثلا، نختار اللون المناسب ونختار الموافق. كذلك بإمكاننا نتحكم بخلفية سطح المكتب، ننقر على خيار خلفية سطح المكتب، يظهر لنا المربع يعني كما موضح في الصورة، نختار الصورة يعني في صور محددة، أو بإمكانك تختاري صورة أخرى أو تختار صورة أخرى، حتى ممكن تكون صورتك الشخصية تسحبها من ملف معين وتظهر كخلفية لسطح المكتب.
طبعا اي ملف، اي ملف طبعا يعني لاي نوع من انواع الملفات، هناك اسم رئيسي واسم ملحق. الاسم الرئيسي هذا اللي يدل على اسم الملف، والاسم الملحق اللي هو النوع. يعني ملفات الوورد او الكتابة كلها تتشارك نفس النوع، ملفات الرسم كلها نفس النوع. فمثلا لو كان عندي ملف اسمه عبد الله زين نقطة دوك، يعني كما هو موضح في الرسمة اللي أمامكم، هذا على طول أستنتج أنه محتوى الملف هذا هو برنامج معالج نصوص، لأني شفت الاسم الملحق الـ extension name. فكذلك لو يعني يأتيني ملف نفترض انه اكس بعدين نقطة والاسم الملحق بي بي تي بي بي تي، هذا على طول اعرف انه محتوى الملف هو برنامج باوربوينت اللي هو عرض الشرائح. فلا بد ان تحركون الملفات والاسماء الملحقة حتى تميزون محتوياتها. الامتداد اللي هو الاسم الملحق يعبر لنا عن نوع الملف اللي موجود، تفهمونها يعني مع كثرة الاستخدام تعرف اي ملف اخره اس واي اس، هذا اعرف انه ملف نظام. لو جاني ملف اخره بي ام بي، هذا اعرف انه النوع هذا هو يعني ملف رسم. نعم، فلا بد تعرفونها. سارة سؤالك نعم، لا بد أن تفهمين الأسماء الملحقة للملفات. نعم التهيئة هي إعادة تهيئة القرص أو السي دي أو الفلاش الذاكرة من جديد. طبعا تهيئتها بإعادة مسح كافة المحتويات. طبعا طريقة التهيئة ندخل القرص المطلوب، وبعدين ننتقل حتى نحدد القرص المرن أو الذاكرة الضوئية الفلاش على الجهاز، وبزر الفار الأيمن على أيقونة القرص المطلوب تظهر لنا قائمة قوائم، يعني قائمة الأوامر كما هو موضح في الرسمة الثانية. نختار عفوا في الرسمة الأولى، بعدين نختار تهيئة من مربع الحوار، ويعني نحدد القرص المطلوب، و نختار بعدين نضغط على زر إبدأ. ستظهر رسالة تحذيرية لأنها بمجرد الضغط على موافق سيتم حذف البيانات كأنه جديد من المصنع يعني. فننتبه يعني البعض يتسرع أنه يبغى يحذف مثلا قرص السي دي أو ذاكرة ويروح يمسح السي اللي هو الجهاز، فيمسح كافة البيانات اللي موجودة على الجهاز. بالتالي هناك رسالة تحذيرية للتأكد من يعني من الأمر المطلوب. طبعا بعد انتهاء العملية تظهر أنه اكتملت التهيئة وتضغط موافق، تجد أنه جميع محتويات القرص أو الذاكرة يعني تم إزالتها وأصبحت جديدة. يمكن تحديد الملفات، ويعني أي ملف علشان أحدده لابد إني أضغط فقط نقرة واحدة بزر الفار الأيسر. لابد تفرقون وش الأيسر والأيمن.
ممكن أيضا أحدد ملفات متجاورة، نفس الحالة لما كنا نتكلم عن الأيقونات، يعني ننظر على أول أيقونة مع استمرار الضغط على مفتاح الشيفت إلى آخر أيقونة. تحديد ملفات متباعدة، نستخدم بدال الشيفت نستخدم مفتاح الكنترول. لابد أن تطبقون الأشياء هذه. أيضا بإمكاني أنقل أي ملف، أنسخ الملف من الجهاز إلى ذاكرة إلى سي دي إلى أقوم بإرسالها، طبعا عدة طرق. أو يمكن في البداية أحدد الملف أو المجلد المراد نسخه، بعدين أنقر بزر الفأرة الأيمن على الملف المطلوب وتظهر لي مجموعة من الخيارات، أختار النسخ أو أضغط على مفاتيح الاختصار كنترول زائد حرف السي، سي اختصار لكوبي نسخ كوبي، فأخذ الحرف الأول وبعدين أنتقل إلى موقع التخزين الجديد، أنقر بزر الفأرة الأيمن على المكان على الملف تظهر لي قائمة التعليمات، وبعدين أختار الشيء المطلوب يعني لصق بيست، أو أضغط على مفاتيح الاختصار كنترول زائد في، سيتم مباشرة عمل نسخة جديدة من الملف على الموقع الجديد، لا يوجد ارتباط مع الملف السابق. أيضا بإمكاني أنسخ الملف وأرسله إلى ذاكرة الفلاش أو أي وحدة تخزين عندي، باتباع الخطوات أحدد الملف أو المجلد اللي أرغب بنسخه، أنقر بزر الفأرة الأيمن على الملف تظهر لي مجموعة من الخيارات، أختار الخيار اللي يعني مذكور فيه إنه إرسال إلى، يحدد لي الأماكن المطلوبة، أحدد مكان التخزين بالنقر عليه، يتم نسخ الملف أو المجلد مباشرة عليه. لو انتقلت إلى مكان التخزين تجد أن الملف فعلا تم نسخه في هذا المكان. نقل الملفات، أحدد الملف بنفس الطريقة السابقة وأنقل بزر الفأرة على الملف تظهر لنا قائمة الأوامر، أختار قص كنترول زائد اكس، هذا معناته اقص يعني بقص يعني غير النسخ، النسخ راح يحفظ نسخة موجودة في المكان السابق او المكان الحالي، القص لا راح يشيلها بمكانها، يقصها من هذا المكان كاملا الى موقع التخزين الجديد، فاضغط بزر الفأرة الايمن على الملف وتظهر قائمة التعليمات، بعدين اختار خيار اللصق او اختيار مفتاح او اضغط على مفتاح الاختصار كنترول زائد حرف ال V، نجد مباشرة نقل الملف او المجلد او يعني المطلوب على الموقع وحذف من الموقع القديم، هذا هو الفرق بين القص والنسخ. الاختصارات نعم مطلوب ان تفهمونها، نعم طبعا لما أقوم بعمل وأرغب بالتراجع عن أي عمل يعني عملية النسخ أو القص أو مباشرة بعد العملية لو ضغطت على مفتاحين الكنترول زائد الزد على طول كأن العملية اللي قبل يعني رجعني خطوة للوراء، يعني إذا كنت مسحت شيء أو نقلت شيء لا يعني يرجع في ذلك خطوة واحدة إلى الوراء باستخدام مفتاحي الاختصار كنترول زائد زد.
سؤالك يا منال، كيف أكبر الكلمات الأيقونات؟ تكلمنا عنها قبل شوي، يعني قلنا أنه اضغطي على سطح المكتب واضغطي بزر الفار الأيمن يظهر لك الإجراءات الخاصة بالأيقونات، ترتيبها أو يعني تغيير حجمها أو ترتيبها، كل هذا شرحناه قبل قليل. يعني هذه مفاتيح الاختصار اللي تكلمناها، كنترول زائد سي إعطاء الأمر بنسخ الملفات إلى الذاكرة، كنترول زائد إكس نقل الملفات، الاختصار لأمر هي اختصار لأمر القص، كنترول زائد في هي عملية اللصق، يعني إتمام عملية النسخ والنقل، ويكون يعني تطلب في الموقع المراد النسخ والنقل إليه. بشاير، يعني هذا السؤال دائم يتكرر، يعني أجبت عليه في المنتدى وأجبنا عليه في المحاضرة الأولى، ترجع للمحاضرة وتجي نتكلمنا عنه. المنهج محدد، المنهج يعني موضح في المنتدى، الأشياء المطلوبة اللي موجودة في الموقع، هذا هو الأشياء المطلوبة في المقر، وتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة الأولى. المجلدات، المجلدات طبعا يمكن يعني أنظمة التشغيل من إنشاء مجلدات جديدة على أي وحدة من وحدات التخزين باتباع الخطوات اللي أمامكم. ننتقل للموقع اللي نرغب فيه إنشاء المجلد، نضغط بزر الفار الأيمن على أي موقع من نافذة الموقع، نختار على خيار جديد، تظهر لنا قائمة من الخيار، مجموعة من الخيارات، ننظر على خيار اللي هو مجلد، يتم مباشرة إنشاء مجلد مباشرة، يمكن يعني يمكنك من تعديل يعني تعديل الاسم كما موضح في الرسمة الثانية. طبعا يعني المجلد يعني هو مكان يعني نفس مفهوم في اللغة، يعني مكان احتفظ، ممكن اني احفظ ملفات داخل هذا المجلد، فممكن يصير عندي مجلد باسم المادة، كل مادة ممكن احتفظ بجميع المتطلبات وبجميع الواجبات والمشاريع المطلوبة في هذه المادة تحت يعني تحت مسمى هذا يعني تحت مسمى المادة. ف يعني هي يعني تساعد في عملية التنظيم وتقسيم العمل وترتيبه، يعني تسهل عملية تنظيم الملفات. أي مجلد بإمكاني أتعامل معه، كما أنشأته أيضا بإمكاني أن أحذف هذا المجلد، أحدد المجلد المطلوب وأنقر بزر الفار الأيمن، تظهر لي مجموعة من الأوامر كما موضح في الرسمة الأولى، أختار كلمة حذف أو مفتاح الديليت، تظهر لي رسالة كما موضح في الرسمة الثانية تأكيد الحذف، ننقل بزر الفار نجد أنه مباشرة تم الحذف ونقلت المجلدات لسلة المحذوفات. تلاحظون اختفت الأيقونة اللي تم حذفها. طبعا
طبعا يعني سلة المهملات، يعني إذا نقرنا نقر مزدوج مرتين على أيقونة يتم فتح النافذة، تلاحظون أنه يعني للتنفيذ لابد أنه نقر مزدوج يعني في أي عملية. لإعادة أي ملف محذوف حدد الملف وتنقر بزر الفار الأيمن على هذا الملف، تظهر لمجموعة من التعليمات، نختار خيار استعادة ليتم إعادة الملف للمكانة السابق. ممكن أيضا نعيد كافة محتويات سلة المحذوفات، وكذلك بإمكاني أن أفرغ كامل محتويات هذه السلة. يعني أنقر على زر إفراغ سلة المحذوفات يجد أنها تم تفريغ هذه السلة. الملفات أو المجلدات بإمكاني أعيد تسميتها، يعني أنقر على الملف أو المجلد اللي يعني مطلوب تغيير اسمه، زر الفار الأيمن تظهر لي مجموعة من الأوامر في الرسمة الأولى، أختار على أو أنقر على الخيار إعادة التسمية. طبعا مباشرة يمكنني نظام من تعديل الاسم، أكتب الاسم الجديد بعدين خلاص اضغط على اي موقع خارج الايقونه يتم تثبيت هذا التغيير. بإمكاني أيضا أن ننشئ اختصار. الاختصار يعني إنشاء أيقونة توصلنا بشكل مباشر لهذا البرنامج، يعني إذا كان البرنامج في مكان معين أنا بإمكاني أنشئ اختصار يعني لهذا البرنامج أحفظه في مكان آخر باتباع الخطوات التالية. أنقر بزر الفار الأيمن على الملف أو المجلد أو البرنامج المطلوب، وبعدين اللي أرغب بعمل اختصار له تظهر لي قائمة الأوامر. أنقر على خيار إرسال إلى تظهر لي قائمة جديدة، أختار خيار مثلا سطح المكتب وإنشاء اختصار، يتم عمل الاختصار مباشرة. تلاحظون لو انتقلنا إلى سطح المكتب نجد أنه الأيقونة الجديدة صارت موجودة وعليها سهم صغير تشوفونه في المتحف الرسمة الثانية اللي على اليمين. فالاختصار هو إنشاء أيقونة توصلنا إلى البرنامج أو المجلد الأساسي. طبعا بإمكاني أطلع على مواصفات الجهاز، يعني سرعة المعالج، حجم الذاكرة، المساحة الكلية للقرص. يعني أنقر بزر الفار الأيمن على أيقونة الكمبيوتر تظهر لي مجموعة من التعليمات. أنقر على خيار تشوفون عندكم خصائص، خصائص النظام تظهر لي الرسمة الثانية اللي فيها سرعة المعالج، حجم الذاكرة، نظام التشغيل لنوعه اللي يستخدم على هذا الجهاز، اسم الجهاز، كل هذه البيانات أو مواصفات المادية للجهاز تكون ظاهرة.
بإمكاني أيضا أن أبحث عن أي ملف موجود على الجهاز. لو نروح لزر ابدأ نجد انه خيار البحث من القائمة اليمنى يظهر لنا مربع الحوار، يعني زي ما هو موجود في الرسمة الثانية. ادخل اسم الملف او جزء منه في صندوق البحث واحدد، اضغط على مفتاح الدخول الانتر، تظهر لي جميع الملفات المشابهة للاسم المدخل. لو أيضا يساعدنا نظام التشغيل على التخلص من تنفيذ البرامج اللي تعمل على النظام في الوقت الحالي وأحيانا ما تقبل الانتهاء، وطبعا أحيانا في أوامر كثيرة على المعالج ويكون في نوع من الأخطاء في التنفيذ. يعني إذا كان هناك ملف أو برنامج فيه تعليق أضغط على مفتاح المفاتيح Ctrl و Alt و Delete من لوحة المفاتيح، يظهر لي شاشة تشوفونها أمامكم، نختار بدء تشغيل إدارة المهام ويظهر لي مربع حوار إدارة المهام Task Managers. أحدد الملف اللي أرغب بمقاطعته أو أرغب بإنهائه، ومن ثم أضغط على الزر اللي موضح أمامكم إنهاء المهمة. يتم إنهاء عمل البرنامج بدون تخزين للتغييرات. يعني نستخدمها إذا أحيانا يكون في مشاكل في بعض البرامج ما يكون فيها استجابة. يعني كل هذه التعليمات والأشياء هذه، طبعا نظام التشغيل الويندوز بمجرد الضغط على مفتاح الـ F1، F1 هذا اللي موجود على سطح المكتب، عفوا موجود اللي موجود على لوحة المفاتيح، يظهر لي خيارات المساعدة، أكتب عن أي موضوع أبحث عنه ومن ثم أضغط على مفتاح الإنتر، أجد كامل التعليمات الخاصة بكلمة البحث ظهرت أمامي، يعني نوع من أنواع الدعم للمستفيدين. يعني كما هو موضح في الشريحة اللي أمامكم، اختار تم اختيار كلمة معينة وظهرت أي يعني مواضيع لها علاقة بكلمة البحث، وتختار أنت أو يتم اختيار الأنسب منها وقراءة الطريقة. يمكن أيضا نظام التشغيل من التحكم أيضا بلغة الكتابة أو على لوحة المفاتيح، يعني أختار اللغة اللي تناسبني، عربية، إنجليزية، ألمانية، فرنسية. يتم طبعا تعريف لوحة أو لغات لوحة المفاتيح من خلال عمل أو من خلال اتباعنا للخطوات التالية. نذهب إلى لوحة التحكم من خيارات قائمة ابدأ، يعني نروح قائمة ابدأ ونروح لوحة التحكم، يظهر لنا مربع الحوار اللي هو لوحة التحكم، نختار خيار الساعة واللغة والمنطقة، يعني كما موضح في الرسم اللي على اليمين، يظهر لنا مربع الحوار. بعدين نروح الخيار اللي هو الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة. يظهر لنا مربع الحوار الخاص بالخيارات الإقليمية وخيارات اللغة، نختار لوحات المفاتيح واللغات، ويعني زر تغيير لوحة المفاتيح يظهر لنا مربع خدمات النصوص ولغات الإدخال. يعني مهم جدا أن تعرفون من كيف أقدر أغير اللغة وكيف أضيف لغة، كلها من خلال كما ذكرت الخيارات الإقليمية، يعني في الأساس من لوحة التحكم وخيار الساعة واللغة والمنطقة، وبعدين الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة أقدر أعدل لغات الإدخال، أضيف أي لغة جديدة كلغة إدخال، يعني
مجرد الضغط على مرافق يتم تثبيت هذه اللغة. يعني هذه الأشياء دائما تستخدم، فمهم أن تعرفوا كيف يتم تغيير لغة، وش المربع يعني رموز لوحة التحكم المطلوبة حتى يتم تغيير اللغة. طبعا ممكن إذا كان طبعا هذا الجهاز أكثر من لغة، بإمكاني أتنقل بين اللغات، يعني بين اللغة العربية مثلا على جهاز مثلا اللغة العربية واللغة الإنجليزية زي ما تشوفون أمامكم في لغتين، من خلال الشريط اللي في الأسفل أختار اللغة، أو في أيضا الحل أو الطريقة الأخرى استخدام لوحة أو مفاتيح الاختصار اللي هو الألت والشفت. ألت وشفت يحول ينقل مثلا من عربي لإنجليزي ومن إنجليزي لعربي، المفاتيح هذه مفاتيح اختصار، أو كما ذكرت زر لغة الكتابة اللي موجود في شريط المهام للتنقل بين لغات لوحة المفاتيح. يعني هذا تقريبا يعني الجزء الخاص بنظام التشغيل. في أي سؤال؟ المحاضرة هذه لنظام التشغيل، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ نتكلم عن برنامج الوورد، معالج الكلمات بإذن الله. طيب انتهت المحاضرة، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. كيف كيفية السؤال؟ عندنا تطبيقات إن شاء الله، يعني يمكن المحاضرة اللي بعدها وكذا ناخذ برضه طريقة زي ما أخذنا يعني طريقة يعني تتمرنوا منها على اختبار وتشوفوا يعرفون طريقة الأسئلة بإذن الله. بإذن الله راح نتكلم عنها لاحقا، الأسئلة العامة اللي ما هي خاصة في المحاضرة هذه يعني أجلها لوقت لاحق أجيب عليها كلها بإذن الله. بالتوفيق جميعا.